السلام عليكم ورحمة الله. لو سألنا أي واحد بيؤمن بوجود إله لهذا الكون، هو أنت بتحب ربنا؟ فالإجابة اللي هتسمعها بالطبع بحب ربنا. قال اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، وقال النصارى إنما نعظم المسيح ونعبده حبا لله. فأنزل الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أيها الرسول، إن كنتم تحبون الله حقا فاتبعوني وآمنوا بي ظاهرا وباطنا. فمحبة الله الحقيقية ليست مجرد دعوة باللسان، وإنما يجب أن تكون بعيد عن الأهواء والضلالات والبدع. واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بعلم لسنته الشريفة ولسيرته العطرة، وإلا لضللنا عن الطريق لا محالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبذلك يكون كل من لم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن به كاذبا في دعواه وليس محبا لله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال بعض الحكماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. قال الإمام الشافعي: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ذاك هو ربي، إن أقبلت عليه بصدق أقبل عليك وزيادة. فأعطى المؤمنين الصادقين في حبهم حبا هو أعظم وزيادة، ويغفر لكم ذنوبكم ويمحو ذنوبكم ويسترها، والله غفور رحيم. فإنه غفور لذنوب عباده المؤمنين، رحيم بهم. قال الحسن البصري عن تلك الآية الكريمة: إنها آية الامتحان. وقد صدق في قوله. أتدري ماذا قال عبد الله بن أبي بن سلول لأصحابه لما نزلت تلك الآية الكريمة؟ قال: إن محمدا يجعل طاعته كطاعة الله، ويأمرنا أن نحبه كما أحب النصارى عيسى بن مريم. والسؤال لك الآن: هل تحب الله حقا وصدقا؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.